زعما فوزية كدوار، أنا ما نعطيك صوتي كاميرا إلا ما تهتم بشأن المرأة العاملة في المجال الفلاحي اللي هي تمثل نسبة مئوية هامة من نسبة العمال في تونس، وهي تتعرض يوميا لجميع أنواع الاضطهادات، وأهم حاجة الحوادث اللي قاعدة تصير لها في الكياسات واللي تخلي وراها أطفال أيتام وعائلات برشا تشردت في جرة سوء التنظيم تاع القطاع هذا. يلزم اهتمام خاص بالقطاع هذا، تحسين من وضعية المرأة كسسوا في الجراية في الأجر اليومي اللي تتقضاه، وإلا في التغطية الاجتماعية في حسن المعاملة من العرف نتاعها. نقطة أخرى، كاميرا زادة ما نعطيك صوتي إلا ما تهتم بشأن النساء الأرامل، نساء الأرامل اللي ما عندهم حتى مدخول، اللي عندهم جراية أقل ما يقال عنها أنها تطيح من قيمة المرأة اللي هي قاعدة تربي في أجيال، تربي في أولادها، لكن بمدخول ضئيل جدا اللي تعطيه لها الدولة كصدقة، اللي ما يعطيها حتى قيمة اللي هي، وما فماش تغطية صحية، وما فماش حتى عناية بالمرأة الأرملة كذلك.